النهارده بالمناسبه ايضا مجلس اداره النادي الاهلي بيفتتح ملاعب البدل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وكمان كالعاده الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي وكل الدكتور سعد شلبي والمهندس سامح واستاذ عماد المجموعه المدير المالي طبعا استاذ عماد المدير المالي الكل متواجد علشان يشوف هذه او هذا الافتتاح الجديد لشيء جديد وحاجه جديده بتحصل داخل النادي الاهلي. وبالمناسبه مجلس اداره النادي الاهلي بيواصل العمل في جميع الاتجاهات. شفنا الجولات في فرع النادي الاهلي في القاهره الجديده وشفنا الانجاز اللي ان شاء الله هيطلع للنور قريب. كمان مجلس اداره النادي الاهلي بقياده محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي افتتح النهارده ملاعب البدل بمقر الجزيره بعد الانتهاء من انشائها مؤخرا وذلك ضمن الخطه الانشائيه التي تهدف الى وضع النادي في المكانة التي يستحقها وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية. طبعا كان متواجد الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي والأستاذ خالد مرسي مدير المقر. وحرص مجلس الإدارة على تفقد أرضية الملعب والاستماع إلى شرح مفصل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة الذي أكد أن ملاعب البدل تم إنشائها وفق أفضل المقاييس العالمية مع انتقاء أفضل الخامات التي تم استيرادها بالكامل من الخارج. ويأتي افتتاح ملاعب البدل بمقر الجزيرة ضمن مستجدات الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي قام بها مجلس إدارة النادي بتنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية. الحقيقة أنا عندي بس كام حاجة كده عايز أعلق عليهم وأنا بتكلم مع حضراتكم. الأول قبل ما أعلق، من يومين ثلاثة جبنا لحضراتكم ماذا يفعل مجلس إدارة النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة. طيب هل يكتفي مجلس إدارة النادي الأهلي بالكلام ده؟ ثانية واحدة سمير بس لو سمحت. هل يكتفي مجلس إدارة النادي الأهلي بأن هو يروح يفتتح مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس قريب إن شاء الله ولكن يروح يتفقد ويعمل؟ لا. طيب ناس بتقول لي أصل ما طب يعني ما بيعملوش حاجة في الجزيرة، مين قال لحضرتك إن ما بيحصلش حاجة في نادي الأهلي في مقر النادي الأهلي التاريخي في الجزيرة؟ أهو مجلس إدارة النادي الأهلي بيجاوب لحضرتك سبحان الله فجأة زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي بيفتتح ملاعب البدل الجديدة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. إذن لا يوجد اكتفاء بمقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة، ولا يوجد اكتفاء بمقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، ولا يوجد اكتفاء بمقر النادي الأهلي في مدينة نصر، لا، ومقر النادي الأهلي في الجزيرة برضو على الرغم أن هو الأصغر ممكن لكن عراقة النادي الأهلي بتكون في هذا الملاعب، في هذا النادي الكبير أو في هذا المقر الكبير، مقر النادي الأهلي في الجزيرة، لكن أيضا هناك خطة إنشائية طموحة عرضها مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات عندما تم انتخابه، وأعتقد بما رأيناه سابقا أن مجلس إدارة النادي الأهلي عندما مجلس إدارة النادي الأهلي بيوعد بيوفي كل وعوده. زي ما شفنا في الأربع سنين السابقة، وبالتالي ننتظر من مجلس الإدارة دائما أن هو يوفي كل وعوده لأنه بيخدم الجمعية العمومية للنادي الأهلي في كل مقرات النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت.